تابعنا أيها الحبل الكريم شوتنا الثالث وكان خصص للقعدان اللقايا المحليات الأصايل وشاهين من يحقق الفوز والناموس والانتصار ويهدي مالك سهيل بن سيب سهيل بن كلثم الأخيلي هذا الناموس وهذا الانتصار بسبع دقائق وثمانية وثلاثين من الثواني. ينطلق أيها الحبل الكريم بحفظة من الله ورعاية شوطنا الرابع في مجموعة الأشواط والشوط الرابع خصوص القعدان اللقاية المهجنات الأصايل انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين. ناخذ مقدمة الشوط والمركز الأول وميسور حمد بن راشد الرزيني النيادي هو من يقدم ميسور مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق بينما الواعي ومبارك بن راشد بن علي الشامسي خذ المركز الثاني في هذه الإثارة المركز الثالث المركز الثالث شوف أتابع في هذه اللحظات وأيضا التقدم مع الواعي مبارك بن راشد بن علي الشامسي نعم يتقدم دوره في هذه اللحظات خذ المركز أيضا مشاهدين العزاء الثاني والمركز الثالث هذا هو تقدم مشاهدين العزاء سلهود محمد بن هزاع بن سالمين الكلباني خذ المركز الثالث المركز الرابع عطنا المركز الرابع نعم وصلنا دانا مع رابع المراكز والطياري راشد بن سيف بن عبد الله بن سيف الشامسي خذ المركز الرابع المركز الخامس تقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات مشاهدين الكرام من خلال تواجد اللهوه الذيب راشد بن يبعب بن مرزوق الشامسي خذ المركز الخامس والمركز السادس أصبح اللي هو نشوان محمد بن أحمد بن هويمل العامرية تقدم بدوره مع نشوان حاضرا على مستوى المركز السادس غير على مستوى المركز الخامس المركز السادس من الطرف الآخر تابع لي المركز السادس عطري هذا التقدم وهذا الحضور من خلال تواجد أيضا حشيب السهيل أو سالم بن سهيل بن صالح العامري خذ المركز السادس المركز السابع وصول من خلال تواجد مشاهدي الأعزاء اليماني أحمد بن عبيد بن نوره العامرية كذلك بدوره حاضرا في هذه اللحظات المركز الثامن وصل الندى والتاسع شوف التقدم في هذه اللحظات هذا هو الشعار الذي يتقدم من خلال تواجد الفارس عبد الله بن غانم بن ناصر المنصورية كذلك بدوره مع المركز التاسع العاشر تقدم من خلال تواجد أيضا دلهام أحمد بن عبد الله بن دحبة بن حمد العامري وصل بدوره في هذه اللحظات تابع الأسامي وتابع الشعارات الحاضرة في هذه الإثارة هكذا نتائجنا مشاهدين الكرام ذكرت إلى مسامعكم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة ما إن شاء الله شوطا يبدأ وشوطا ينتهي والانطلاقات مستمرة إلى حتى هذه اللحظات ما إن شاء الله وتبارك الرحمن لكن بعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول هذا هو الرزيني مع ميسور حمد بن راشد الرزيني النيادي يتقدم بدوره حاضرا مع المركز الأول يقدم ميسور على الصدارة على مقدمة الشوط في هذه اللحظات وبهذه الإثارة بينما المركز الثاني تقدم من خلال تواجد أيضا الواعي مبارك بن راشد بن علي
فالمفتاح الشامسي حاضرا مع الواعي مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث شوف التقدم في هذه الإثارة من خلال تواجد أيضا سلهود محمد بن هزاع بن سالمين الكلباني. يلا يا أبو بدر بدا الميدان ينعطف في هذه اللحظات وبهذه التحديات. المركز الرابع تابع لي هناك نشوان محمد بن حمد بن لهويم العامري بدا يقدم نشوان في هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع في هذه الإثارة. وشوف التقدم من خلال تواجد أيضا مياس سالم بن سليم بن سالم بن سليم بن سليم الينيبي بدا يقدم مياس في هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع وبدا يلتحم بركب الصداره في هذه اللحظات وبهذه التحديات. تابع الشعارات الاخرى الحاضره في هذا الانطلاق ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذه هي لفتة الكيلو والمتر الأخير مشاهد الكرام التي تشهر من عمر مسافة هذا الشوط، ولكن غير الأمور مياس مع المركز الأول. هذا هو يبدو أن بالسبيلي يتصدر الصدارة في هذه اللحظات. يقدم مياس مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله. شوف الانطلاق سالم بن سليم بن سليم الينيبي حاضرا في هذه اللحظات وبهذه الإثارة المستمرة مع مياس على مقدمة الشوط. المركز الثاني ميسور حمد بن راشد الرزيني النيادياتي كذلك بدوره حاضرا مع ميسور مع المركز الثاني في هذا الانطلاق وبهذه التحديات. وش اللي قادم مع المركز الثالث؟ يبدو أن شعار بالدحبة حاضرا في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. لكن بسيرة مع مياس على مقدمة الشوط، مياس مع المركز الأول، لكن اللي غير ميسور، ميسور عاد مرة أخرى في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله. شوف ميسور ما شاء الله بدأ يتقدم في هذه اللحظات، لكن الخطر مع دلهام أحمد بن عبد الله بالدحبة العامري بدأ يوصل في هذه اللحظات وبهذه التحديات. اللحظات الأخيرة وخط النهاية بالدحبة ولا الرزيني، ولا بالدحبة، ولكن أيضا الرزيني تهانينا وناموس حمد بن راشد الرزيني النيادي مع المركز الأول، المركز الثاني عند بالدحبة، المركز الثالث عند بالسبيلي، المركز الرابع عند باللهوية ملو، المركز الخامس هناك وصول وتقدم مع حشيم سالم بن سهيل بن صالح العامري هذا المركز الخامس. هذه هي نتائجنا توقيتنا الزمني 7:35. تهانينا وناموس نبعثها لمالك ميسور حمد بن راشد الرزيني النيادي، لك التحية الشاعر على هذا الفوز والانتصار.